موقف حصل لحضرتك في الملعب سواء كلاعب أو سواء كمدير فني؟ كلاعب أصعب موقف حصل لي إصابة بصراحة، يعني كانت إصابة، كان جالي غضروف في الملعب، دي كانت صعبة عليا. افتكرت ساعتها لأن زمان كانت 95 برضو يعني أو 94 95 يعني، فافتكرت إن أنا هبطل يعني، فكانت لحظة صعبة عليا جدا فيها. لكن بعد كده الحمد لله طلعت الإصابة يعني، عملت العملية ورجعت بعديها بشهرين ثلاثة وكملت المسيرة يعني. أصعب حاجة كمدير فني، كل ماتش نهائي بيبقى صعب عليا، لأن أنا حامل هم جمهور كبير جدا يعني، وحاطط أمل كبير جدا على الفرقة دي. فإن أنت يبقى عندنا نهائيات، ببقى عايز أي حاجة تحصل إن احنا نسعد الجمهور ده، لأن الجمهور ده يستاهل كتير جدا جدا، وحامل هم جهاز معايا، حامل هم لعيبة، يعني أي ماتش نهائي ببقى حامل همه طبعا وعامل اعتبار ليه. كابتن ميدو، زمان بقى طبعا كان في عروض كتير بتيجي لحضرتك، طبعا كنت من اللعيبة ما شاء الله، من اللعيبة المميزة في النادي الأهلي في لعبة كرة الطايرة، أكيد كان بيجي لك عروض كتيرة جدا وانت لاعب. هل العروض دي لما جات لك بقى كنت بتناقشها وكده، واللي هو ممكن ماشي اطلع بره النادي الاهلي، ولا لا كنت بترفض، لا انا هفضل في بيتي هفضل في النادي الاهلي؟ لا مش هكدب عليك، هي جالي عرضين بس انا بحب النادي الاهلي جدا، ورفضت اي حاجه تجيلي عشان خاطر النادي الاهلي يعني، حتى وانا مدرب. حتى وانت مدرب جالك عروض وانت مدير فني النادي الاهلي؟ وانا مدرب وانا مدير فني. اوكي. جالي عروض ورفضت كل العروض. انت يعني شايف الاحسن في النادي الاهلي؟ طب ما جربتش حتى، ما فكرتش يعني اللي هو طب انا ممكن اطلع يعني مثلا، يعني اصل العروض مثلا اللي بره يا كابتن ميدو عارف اللي هو شويه بنبص للناحيه الماديه، او يعني بنبص لحاجات الامور الثانيه غير الفريق ده يعني. انا قبل ما ابقى مدير فني جالي عرض في احدى دول الخليج يعني، كان عرض كبير، لكن انا كان طموحي ان انا امسك مدير فني النادي الاهلي، وده حق مشروع يعني. فلما جات لي رفضتها، ده كان اول حاجه. بعديها بسنتين جات لي تاني رفضتها برضو، لان انت عارف فعلا زي ما انت قلت الظروف الماديه بتبقى صعبه شويه، لكن زي ما قلت لك ان انا حامل هم جهاز فني كامل معايا ولاعيبه ومدربين، وفي عشق ما بيننا وما بين جمهور النادي الاهلي، وانا كمان يعني بحب النادي الاهلي جدا. ف يعني هفضل مع النادي الاهلي لغايه لما ان شاء الله يقولوا لي مع السلامه يعني. ان شاء الله.